خدي تعالي. نعم يا مدبول. نعم. يلا شوفي البهوات يشربوا قهوة إيه، يلا يلا. ماشي. اعملي لي قهوة زيادة. قوم اعملها لنفسك. اعملي لي شاي. روح اعمله لنفسك. يا بنت بتكلميني كده ليه؟ بكلمك كده ليه؟ اه. أنت مش عارف عملت فيا إيه إمبارح؟ عملت إيه يعني؟ مش عارف عملت فيا إيه إمبارح؟ عملت إيه؟ لما رحنا المطبخ. مطبخ يخرب بيتك. جنب البوتاجاز. بوتاجاز إيه؟ عند التلاجة. التلاجة وصلت التلاجة خلاص. يا خرب بيتك يا أمنة يا لهوي. خلاص خلاص اهدي. هي يا أمنة خدي اعملي لي قهوة زيادة. يلا. بس دول يعملوا قهوة سادة مش زيادة. خدي هاتي سكر بدول، قهوة زيادة. أيوة كده مظبوط. الأستاذ عادل. أيوة يا عادل بيه. اعملي لي قهوة زيادة يا بت. روح اعملها لنفسك. انت يا بنت بتكلميني كده ليه؟ بكلمك كده ليه؟ انت مش فاكر عملت فيا ايه امبارح؟ انا امبارح طول الليل مع فرحات المحامي. بتقولي لي عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. وانا جيت عشان افهمك ان هو فرحات بيه، رحت سايبه و... ايه؟ مش فاكر؟ مش فاكر حاجه. عند الصالون. صالون ايه؟ عند الكراسي. ايه الكراسي ايه؟ يا خراب بيتك يا امنه. يا لهوي يا امنه. ايوه امنه. خدي اعملي لي قهوه زياده وداري عليا. بس دول يعملوا قهوه ساده. خدي اعملي لي زياده. ايوه كده مظبوط. بقول لك ايه يا مدبول؟ ايه؟ والنبي روح اعمل لهم القهوه بقى. روح انت اعملي. ايه مدبولي بتكلمني كده ليه؟ انت نسيتي انت عملتي فيا ايه امبارح؟ عملت فيك ايه يا مدبول؟ ورا مصنع الكراسي. مصنع الكراسي يخرب بيتك يا بتاعتك يا مدبولي. مدبولي مش اللي عامله في الناس، الناس هتيجي تعمله فيا. خلاص انت مش تسيء عليا، يلا روح اعمل القهوه يلا. ماشي. سلام. ايه يا بهوات؟ انتوا مش شربتوا القهوه؟ يلا روح يلا. ايوه اخرج منين؟ اخرج منين؟ تخرج من الباب. ايوه اخرج من الباب. بقول لك ايه يا استاذ اشرف؟ قول. انت انا عارف انت راجل شغال في السينما والتلفزيون. انا كان عندي استفسار. قول. الافلام الاجنبي اللي بتعرضوها عندنا ليش بتقطعوها؟ كده عشان شعبهم غير شعبنا وثقافتهم غير ثقافتنا. والراجل اللي بيقطع ما بيشوف؟ لا لازم يشوف طبعا. طب خدونا نقطع معاك ربنا يخليك. حاضر والله. شكرا يا استاذ اشرف. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه يا دهل. ناس غريبه صحاب استاذ فهمي دول، وحاجه يعني عبيطه خالص والله. ايه يا وش النيله؟ انت مش عارف ان انا شغال؟ ايه؟ سامع صوت هرامي في المطبخ؟ وانت فين؟ في اوضه النوم؟ خليك في اوضه النوم. خايف يجي لك المطبخ؟ خلاص لو جالك من المطبخ روح انت اقعد في المطبخ. داخل عليك؟ قرب من السرير؟ اديني الحرامي. ايه يا حرامي؟ ادي سرقه ونصب وعبط، انت تخش على القتل على طول، خلصنا من الوليه لانك هديه لدي. هي مش بتسوت؟ يعني هي لازم تسوت عشان انت تقتله؟ خلاص اديني مراد. ايه يا وش النيله؟ مش ده حرامي دي؟ سوتي ولم عليه الناس يا شيخ. اه البوليس جه؟ خلاص اديني الظابط. ايه يا حضرة الظابط؟ البيت اللي عندك دي الهدامة بتاعي. أنا صاحب البيت. أيوه أنا صاحب البيت، دي الهدامة بتاعي، كل يوم تسرقنا. أيوه خدها أقبضوا عليها اسجنوه. الراجل اللي جنبك؟ لا ده أنا. شكرا يا حضرة الظابط، شكرا. الحمد لله يا رب خلصتني من مراتي، عقبال فهمي بيه. اهدي، أنت فين يا مرسال؟ انت فين يا مرسال؟ يهرب بيتك يا مرسال، انت سكران؟ من اول يوم تستلم فيه الشغل تسكر؟ اه سكران يا مدبولي، سكران وبحب السكر قوي قوي قوي، والشغل هنا مية مية مدبولي، انا مبسوط اللي انت جبتنا اشتغل هنا. انبسطت في الحفلة؟ انبسطت جدا جدا. شفت النسوان؟ نسوان، وفي احلى من النسوان. شفت الست الطويله كانت لابسه قميص احمر وعامله بونيتيل؟ يا ليلتك السودا يا استاذ فرحات. ده الاستاذ فرحات المحامي. استاذ مين؟ فرحات المحامي. فرحات ده القعده انزل فيه بوز طول الحفله. اه ما انت شمبرته خالص الراجل، كان عليه ضغط كتير. انت عارف ايه اللي مزعلني؟ ايه؟ ان جه لحد عندي انا وعمل فيها شريف.
يلا. هو السكر ده منيل بنيله. المهم انت جاهز عشان الشغلانه الجديده. الشغلانه الجديده دي شكلها شغلانه هتبقى شغلانه بيضة علينا وزي الفل ان شاء الله. الا صحيح يا مرسال، هما شغلوك ايه؟ محافظ. لا بجد شغلوك ايه؟ اشتغل ايه؟ شغال سواق زي ما انت شايفه. انت بتعرف في السواقه يا دهول انت؟ امال بعرف ايه؟ اكيد بعرف في السواقه. خلاص انا اعمل لك اختبار. ماشي. اذكر بس يا باب، اذكر كام عجلة في السيارة؟ أربعة. نسيت الاستبني يا دهل. أيوة صح، اسألني كمان سؤال. آخر سؤال. قول. السيارة ترجع إلى الخلف. وأنا بقول لك أكمل يا لوح، اسمع السؤال لآخره. طيب. السيارة، اذكر الفرق بين السيارة والعربية. السيارة مستوردة، العربية مصر. يعني ايه العربية مصر دي؟ هما مش بيقولوا تحيا جمهورية مصر العربية؟ انت اخرك في الشغلانة دي يومين يا مرسال انت. معلش يا باشا. بقول لك ايه؟ نعم. روح زبط شكلك ووشك عشان لو استاذ سامي صحي لقاك في الهالة دي هيوديك في 60 داهية. ليه بس يا عم يوديني في 60 داهية؟ البيت ده ملبوس ولا ايه؟ ملبوس ايه يا حمار؟ دي مزيكا اوبرالي كده، يبقى الاستاذ سامي صحي. هو يحب يسمع مزيكا راكي كل ما يصحى. مزيكا راكي ايه؟ دي واحدة بتصور. لا لا لا، دي مزيكة ولاد الزوات، هو يحب يسمع زي ولاد الزوات. زوات ده ميتم. اه والله هي دي المزيكة. دي مزيكة دي؟ اه. يا سلام، تصدق المزيكة دي فعلا مش فاهم منها حاجة؟ ولا انا والله. طب وبعدين بقى نعمل ايه؟ مدبولي! يا مدبولي! مدبولي! ها مدبولي، ايه رايك في المزيكا؟ حاجه جميله خالص، حسيتني الميكس بين المهرجان والاوبرالي ده عظيم يا استاذ فهمي. طبعا طبعا، برافو عليك، انت اتطورت اتطورت. حاجه عظيمه. انت تحب تشرب القهوه؟ اه اشرب قهوه لو سمحت. نجيبوا القهوه يا امنا. نعم. خدي يا امنا تعالي. ايه؟ شوفي الاستاذ فهمي يشرب قهوه ايه. ماشي يلا. ايوه يا فهمي بيه. آه القهوه بتاعتي في المج بتاعي. روح اعملها لنفسك. يعني ايه روح اعملها لنفسك؟ انت مش عارف عملت فيا ايه امبارح؟ طب ما بيحصل كل يوم عادي يعني. يلا يا بنت اجري يا بنت، اجري يا بنت على بابا. يا مرسال مرسال، انت جاي تنام هنا ولا ايه؟ لا يا سعادتك انا كويس. يا سعادتك يا سعادتك، سمعت الميكس اللي انا عامله بين المزيكا الاوبرالي والشعبي بتاعتنا؟ اه الميكس ده زي الزفت يا باشا. بتسمعه ازاي؟ زي الزفت ايه يا ابني؟ دي الموسيقى اللي في اوروبا والدول المتقدمه بيسمعوها دايما يا ابني. ايوه يا باشا، بس دي مزيكا بنت ناس دخلت عليها مزيكا بنت كلب. دي شعبي ودي شعبي. آه الاوبرا بره دي هي المزيكا الشعبي بتاعتهم، زي المزيكا الشعبي بتاعتنا كده بالظبط. ايه ده؟ يعني هم عندهم الرئيس متقال زينا؟ اه طبعا احنا عندنا الرئيس متقال، هم عندهم الرئيس بيتهوفن. امال ايه يا ابني؟ المزيكا دي اصلها علم. علم اصلا ما اعرفش سعادتك ايه يعني ايه الرئيس بيتهوفن. اه الرئيس بيتهوفن، عارف بيتهوفن؟ لا سعادتك والله. بيتهوفن فين سعادتك؟ ده جنب بيتنا على طول يا اه، بس كان واخده قسط بقى هو، مالكش دعوه انت بالموضوع والله ده. يا سعادتك انا ما فاهم حاجه. يا سعادتك انت لسه سكران من امبارح يا سكران من امبارح، ما حضرتك اللي كنت بتسقيني خمره امبارح يا سعادتك. ايوه بس توصل في النهايه ان انا لا اسوق وانت قاعد ورا، مش معقوله يعني. انت سواق برضه؟ ما هو سعادتك انت كنت سكران برضه يا سعادتك. انا بسكر عمري مسكر، اشرب عمري مسكر. المهم ايه الاخبار؟ اخبار يا سعادتك؟ اخبار كل حاجه. انا اصلي احب ادي كل حاجه حقها، يعني لو بنشرب نشرب صح، لو بنهيص بنهيص صح. امبارح شفت الليله كانت عامله ازاي؟ ليله عسل يا باشا، ما شفتش حضرتك وانت واقف على الترابيزه ومقضيها رقص طول الليل، كان شكلك سكره يا باشا. كل حاجه لازم تاخد حقها. ايوه يا باشا، بس انت كان شكلك مسخره. ايوه يا ابني، ما هو عادي لازم كل حاجه تاخد حقها، ده وضع طبيعي. انا اسف سعادتك غلطت فيك عشان قلت مسخره. اه انا لا 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 انا ما سمعتش. عادي عادي عادي، اصل انا سكران سعادتك معلش.
لا لا معلش اعذرني يا جنابك. انا عذرك، بس انا اصلي بحب اجرب كل حاجه، كل حاجه تاخد حقها. يعني عارف يا مرسال، انا اشتغلت في حياتي ما لا يقل عن 80 شغلانه. ايه ده يا باشا؟ اشتغلت 80 شغلانه؟ 80 شغلانه، لازم اجرب كل حاجه بنفسي. طب يعني يا سعادتك كده اشتغلت قبل كده سواق؟ اشتغلت سواق عند ناس افقر مني، وفي الاخر اديتهم عربيه جديده من عندي. طب اشتغلت دكتور؟ اشتغلت دكتور لعلمك، دخلت طب وبعدين اشتغلت دكتور لمدة سنتين، بس ما عجبنيش بقى حكاية الأدوية والمرضى ما بيبقوش، يعني عارف ريحة المرضى مش لطيفة يعني. سبتها. اشتغلت ضابط؟ اشتغلت ضابط، دخلت كلية شرطة سنتين وما كملتش. ليه؟ بيبقى عارف المسدسات اللي معاهم دي بتبقى حق وحقيقي. ايوه حديد. ايوه وتقيلة جدا. ايوه يا باشا تقيلة، يعني تحطها تلاقي نفسك همشي عامل كده مش معقولة يعني. رفضت الشغلانه طبعا سنتين وطلعت من كليه الشرطه. طب اشتغلت ضابط يا جنابك؟ ايوه ما انا لسه قايل لك حالا اهو دلوقتي. ايه؟ سكران سعادتك، معلش. سكران بحقه حقيقي ولا ايه؟ ركز. دخلت كليه الحقوق يا باشا؟ دي كمان دخلتها فعلا سنتين وطلعت على طول. ايه ده يا باشا؟ طب ما كنت دخلت معهد سنتين وخلصت. دخلت معهد سنتين وايه اللي حصل؟ قعدت سنه وطلعت. انا احب كل حاجه للنص واطلع على طول يا باشا. ده انت حضرتك والله مجنون. ايوه طبعا مجنون، لازم اجرب كل حاجه، بس انا مفيش حاجه ممتعه بالنسبه لي. انت عارف اما يكون الواحد غني قوي زي كده اهو ما بيبقاش فيه متعه يعني. اقدر اعمل كل حاجه، بحب افكر مثلا بكره افتح مستشفى وابقى دكتور، هتلاقيني فاتح مستشفى وبعالج ناس سلام عشان ما ابذلش مجهود معاهم. عايز مثلا اشتغل ضابط، هتلاقيني بكره فاتح اسم شرطه وبقيت انا الضابط الوحيد اللي فيه وانت اول واحد احبسك مثلا. ليه يا باشا؟ لا يعني هقعد اجرب في ناس ما اعرفهمش. ما هو انت غني. دي شتيمه يعني ولا ايه؟ غني ومعاك فلوس قد كده. ايوه بس عارف مش مستمتع الواحد برضو. عارف اما بيبقى كل حاجه حلوه كل حاجه حلوه بتجزع. بتجزع يا باشا؟ ده غنى يعني، معاك فلوس كتير قوي وملذات وحركات ومليطه طول الليل. اما يبقى ده كل يوم اكيد هتزهق، زي بالظبط كل يوم بتاكل بسبوسه تاكل بسبوسه. لازم في يوم تغير، تاكل حاجه يعني مش حلوه، يعني تاكل سيمون فمي، تاكل بلو تشيز، حاجه لوكال كده يعني. يا سعادتك انت بتقول انا فاهم حاجه؟ يعني تاكل حاجه حادقه جنب الحلو يعني. احدق يا باشا؟ انا زهقت بجد يا مرسال، بفكر اشتغل اي شغلانه مش عاديه. تشتغل ايه بقى سعادتك؟ يعني اتنازل على الفلوس اللي عندي دي كلها واروح اشتغل اي حاجه يعني. اقول لك على حاجه يا باشا، يعني لو تاخد برايي اشتغل شحات. صدق الشغلانه دي الوحيده اللي انا ما اشتغلتهاش، شحات. يا فكره هايله، فكره هايله. انا من بكره هجيب جلابيه ومقطعه، بس انا هقطعها لان هقطعها في حتت معينه عشان الرقابه يعني، واخد بالك؟ وانزل بقى اشحت من الناس. بص انت العميل اللي انا إيه؟ انت العميل اللي انا ايه؟ انا داخل اشحت منك كعميل. انا عميل يا باشا؟ يا باشا ما توديناش في ده يا سعادتك، ده احنا ماشيين ببركه ربنا يا ابني. عميل زي بالظبط ما بيتكلم اللي هم بتوع الموبايلات يقول لك اهلا احنا خدمه العملاء. اقفل في وشهم دول عملاء يا باشا. لا مش العملاء دول، العملاء دول اتمسك نصهم والنص التاني جاي. يصبر اصبر. لا انا بتكلم على بلاش عميل، انت مواطن مصري عادي جدا. أيوة سعادة. وانا شحات داخل اشحت منك تيست، جربني. يلا يا باشا اشحت يلا. اوكي مساء الخير، لو سمحت انا محتاج اي مبلغ بعد اذنك، يعني اي مبلغ لان الحاله الاقتصاديه مش مظبوطه، فمحتاج مبلغ عشان ميزان المدفوعات لازم يتوازى مع ميزان المصروفات لان يحصل تعادل بين الاثنين. سعادتك بتشحت في البورصه؟ بورصتي؟ انت مواطن عادي وانا داخل اشحت منك. مواطن عادي اشحت يا باشا، شحات عاديه. ايوه ما انا داخل اشحت عليك. ميزان مدفوعات يا سعاده البيت، في شحات يقول ميزان مدفوعات؟ طب ثانيه واحده. لله. امشي يا عم. لله لو سمحت، مش ليا يعني، لله لو سمحت. لو سمحت يا عم الله يسهل لك، امشي بقى. لو سمحت ما تضايقنيش لله. بعد اذنك انا بعد كده هبقى عنيف لله. يا عم امشي، مفيش فلوس، يلا اتكل على الله. ما تقرفناش بقى يعني. ده انتوا ايه ده مالين الشوارع؟ النوعيه دي ماليه الشوارع؟ ايوه سعادتك مش انت شحات لازم نعملهم كده لا ونديهم فلوس؟ مش عايز اشتغل شحات.
طب بص عليا كده، انا ينفع شكلك اصلا مش شحات خالص؟ ينفع اشتغل ايه؟ شكلك غني اصلا. ايوه انا مكتوب على قرطي يعني دفتر الحساب بتاعي، شوف لي انفع اشتغل ايه. وقف كده يا باشا. امال انا قاعد؟ ما هو انت ايه؟ اصلي سكران سعادتك والله، من امبارح الحفله كانت منيله بنيله، انا اعرف انت ايه سعادتك. اتفضل قول اه كده. اه لا قول ها برق كده يا باشا. ها برق وشد قرطك كده يا باشا. سعادتك تشتغل بلطجي. لا يا راجل بلطجي. شكلك بلطجي. بلطجي 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 بلطجي. ها تخيل انا من زمان فعلا حاسس ان انا عنيف، يعني بلطجي من اللي هو بيقعد يوقف الناس في الشوارع وياخد فلوسهم وهي مش حقه ولا حاجه. ايوه يا باشا هو ده البلطجي. بتتكلم جد؟ ايوه. ويخطف الناس ويقعد يطلب من اهاليهم فديه وكده. فديه؟ ايه فديه دي يا سعادتك؟ بيكتبوها كده فديه. فديه يا باشا فديه، يعني بياخد منهم مقابل قصاد ان يرجع لهم اولادهم وكده. ايوه يا سعادتك. ياه انا من زمان فعلا حاسس ان انا مجرم، انا جوايا اجرام بس مش عارف كنت اطلعه ازاي. فعلا انا لازم اشتغل اسمه ايه بلطجي. اوكي بكره انت مش في حي شعبي؟ انا في حي شعبي يا باشا. اوكي زبط لي الحي بتاعك، انا هنزل عليك وبكره كبلطجي هبلطج على الناس كلها، لان في الاحياء الشعبيه ناس جدعان ما بيسمحوش اي بلطجي، ودي صعوبه اللعبه. انا ما اخش على حي شعبي غير ما اخش على حي غني، اخش عندكم الحي هثبت كل الناس واقوم مقلبهم واخد الفديه واخد فلوسهم وكل ما يملكوا، وهو مش حقي ولا حاجه. سعادتك انت بتخرف. بخرف؟ انت ازاي تكلمني كده يا حيوان؟ ما انت عارف انت السواق بتاعي. ايوه سواق بس سكران. انت هتفضل سكران للاخر ولا ايه؟ سكران اقول اللي انا عايزه. سكران ركز معايا، بكره الصبح انا هبقى بلطجي عندكم، ودي مسؤوليتك تجهز لي كل حاجه. لا اما لا اما ايه؟ هتترفد. انت بتاخد كام معايا في الشهر؟ باخد 5000 جنيه. هيبقوا 10000 لو نجحت، هيبقوا زيرو وهتترفد لو فشلت. بكره انا بلطجي يا سعادتك. طب بس يا باشا يا نهار اسود، انت اللي جبته لنفسك يا لوح. يا مدبول الراجل اللي انت مشغلني عنده ده مدبول. شفت ابسته بقى والا هتترفد زي اللي قبلك. لا يا عم اترفد ليه ابسته؟ طب هتعمل ايه عشان تبسته؟ اخده الحاره عندنا وافطم الناس، عايز يشتم يشتموله، عايز يضرب يضربوله، عايز يغز يتغزوله، اي حاجه عايز نعملها له. ماشي بس نقلبه في قرشين بعديها بقى. ما لازم نقلبه في قرشين، ما الناس دي هتشتغل كده وخلاص في الحاره. مش ماشي. هو راجل غني ومعاه فلوس. ماشي بس بقول لك ايه يا مرسال، اوعى المأسل الموضوع يبقى لازمينك وتودينا كلنا في داهيه. يا عم ولا هيبقلز ولا حاجه. انت ايه؟ انا ايه ايه؟ مش هيبقلز ليه؟ عشان انا راجل صياد. ايوه والله ما اتحركت من مكاني.